أطلقت مجموعة فرنسا بنك أول بطاقة ائتمانية China Union Pay Card في لبنان خلال مؤتمر صحفي أقيم في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامي ممثلا بنائبه الأول رائد شرف الدين وبحضور سفير الجمهورية الصينية الشعبية في لبنان جانغ جانغ هو رئيس مجموعة فرنسا بنك عدنان القصار ومجموعة من المدراء التنفيذيين في يونيو باي وكبار رجال الأعمال الصينيين واللبنانيين. قصار أشار إلى أن يونيو باي الدولية توفر خدمات الدفع عبر الحدود بجودة عالية وتكلفة منخفضة وآمنة مؤكدا أن هذه البطاقة معتمدة في أكثر من 150 بلد في جميع أنحاء العالم. أصبح فرنسا بنك الآن في موقع الريادة لا بل الأول في إصدار هذه البطاقة في لبنان وفي اعتمادها في جميع الصرف الآلي أجهزة الصرف الآلي لدينا سواء في فرنسا بنك أو البنك اللبناني للتجارة BNC حيث تقبل بطاقات يونيون باي الصادرة من الصين أو من أي من 40 دولة الأخرى التي تصدرها في جميع أنحاء العالم. شرف الدين أشار إلى أن مصرف لبنان أعطى أهمية كبيرة للعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية وشجع المصارف على اعتماد التكنولوجيا في العمل المصرفي. إن مصرف لبنان متمسك بالنموذج الذي أرساه على مدى 22 عاما والذي تمكن من النأي بالقطاع المصرفي عن تداعيات الأزمة المالية العالمية والأزمات الإقليمية والمحلية المتعددة، فقد أرسى نظاما مصرفيا موثوقا بتقيده الصارم بالمعايير والمواصفات الدولية المصرفية والمحاسبية، خصوصا ما يتعلق منها بكفاية رأس المال والإدارة الحكيمة والشفافية والربحية والسيولة ومكافحة تبييض الأموال. يونيو باي بطاقة توفر الحماية لحامليها ضد المخاطر وغيرها من الاهتمامات الشخصية والتجارية، كما تقدم أيضا العديد من الحسومات والمزايا سواء في الصين أو باقي أنحاء العالم.